بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله تعالى يا رب العالمين. صراحة والله ما عرفنا منين غنبداو هذا لا فيديو. ماشي لي اول مرة، ولكن وقيلا لي ثالث مرة كيتنصب علينا، ولكن بغينا نشاركوا هذه القصة. الناس بغينا نخبروا المشاهدين ديالنا بواحد الامر، وبغينا نحطوا واحد القاعدة في التجارة، يعني غتكون قاعدة اساس وتكون عبرة حتى لكم انتوما من طبيعة الحال. كيف ما عرفونا حنايا يعني كشباب راه كنديروا التجاره بطبيعه الحال، كنديروا التجاره ديال المواد الاساسيه، الزيت، الزيتون، العسل البلدي، وهذا وبهذا الشيء هذا راه كنقدموا شي حاجه اللي زوينه للبلاد. اولا كننمو المنطقه ديالنا على وجه الخصوص، كننمو راسنا، وكنقدموا شي حوايج اللي ما كاينينش من عادمين حاليا، وبالاضافه كنقدموا الجوده. بحال مثلا شحال واحد كيمشي كيشري زيت مغشوشه، ولكن فاش كيجي يتقدم من عندنا حنا كيعرف ان الزيت 100% طبيعيه، 100% حره، العسل ديال الدواء كذلك وما شابه. يعني حنا كنديروا شي حاجه فيها المنفعه للناس. كيجي واحد كيدير معاك واحد المعامله البيع والشراء، كيبغي يحطمك، بطبيعه الحال حنا ما غنتحطموش. انا واخا راه كنقولها دائما للزوجه وللاهل وللناس كاملين اللي كيعرفوني، انا من دوك الناس اللي ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الفشل، وما كيعرفوش شي حاجه سميتها التحطيم، ولا ما كاينش الامال، ولا الحمد لله. ديك اللحظه بعدا كيحطم، ديك اللحظه طلعت حف، ديك اللحظه راه الانسان راه ضروري كي عنده واحد رد فعل، ولكن هي كيفيق الانسان صافي. المهم واحد السيده من طنطا اتصلت بيا، السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس، كي داير؟ بخير، لاباس، كلشي تمام؟ لا لاباس الحمد لله، انا متتبعين ديالكم الاوفياء، وهذا وهذا، راه سبق لينا تقضينا من عندكم، ورا خوتي تقضاو من عندك، ورا بزاف ديال الناس كيتقضاو من عندك وكيشكروك. ها باش دخلاتني، اييه مرحبا، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل، امر اشحب بالخاطر، بغيت هادي وهادي 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 وهادي، عافاك قول لي الحساب. اييه هادي هادي هادي، ها شحال الحساب؟ واخا صيفط لي عافاك في هاد النمره وفي طنطان. حنا الشركه ديال لا ليفريزون اللي كنتعاملوا معاها، فاش كتكون مثلا كيكون الدفع عند الاستلام، فاش مثلا غنصيفط لك واحد لا كوموند ديالك وغتكون غتخلص فاش غيجيبها لك الليبرور، يعني الاسم ماشي مهم، ممكن مثلا غير محمد راه كافيه ماشي مهم، ولكن فاش ما غتخلص والو الاسم، المعلومه الصحيحه اللي في لاكارت ناسيونال ضروريه، حيت الليبرور ما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي معلومه، شي ضمانه باش انه يشدك الا ما كايناش لاكارت ناسيونال. اما فاش كتكون الفلوس اما فاش كتكون الفلوس يعني هذيك هي الضمانه ديالو، هذيك هي الحجه، حيت ما يمكنش واحد غيشد لاكا يشد لا كوموند وهو ماشي ديالو، ولا غيحط فيها الفلوس وما عارف شنو فيها، لان تقدر مثلا النمره يصوني شي واحد يصوني عليك الليبرو تكون غلط وتجاوبو وتاخذها. الوغ كاينه لاكارت ناسيونال الضمانه، وفاش ما كتكونش لاكارت ناسيونال كيكون غتخلص، يعني كاين الفلوس. كيفاش الفلوس؟ هو انا مثلا صيفط لك الكوموند بقيمه 600 درهم غتعطيها له، ولكن الا صيفط لي انت ولا انت قبل فوا فاكاج ولا في كاش بليس ولا في الحساب ديالي، راه الا صيفط لي قبل يعني صفر درهم كتكون في الكليه، الوغ خاصك لاكارت باش يعطيك الكليه، خاصك غير لاكارت كيسكانيها باش يعطيك الكليه. هاد السيده قالت لي نهار الاثنين غنصيفط لك فلوس، قلت لها واخا ماشي مشكل مرحبا. المهم انا واخا هكاك راني درت الفلوس، درت الفلوس في كليه، هي طلبات لي لا كوموند نهار الاربعاء، وقالت لي عافاك راه ماما، انا دومونديت هادشي غير لماما، راه عندها الطياره نهار الاحد مع الربعاء، كتجيب لك داكشي متسلسل، كتقول راه السيده فري كونفيونس مع الربعاء، خصني يوصلني هادشي على ابعد تقدير السبت، اي ان شاء الله ما يكون على الخير. انا قبل ما نصيفط اتصلت بالناس ديال ليفريزو، وراه عندي السكرين وعندي كلشي، اتصلت بالناس ديال ليفريزون قلت لهم راه الصخره من فاصل طنطان، واش غادي توصل نهار الخميس؟ راه صيفطت لهم واش غتوصل؟ اييه غادي توصل نهار السبت، عفوا غتوصل. فعلا نهار السبت كنا في السوق، اللحظه اللي كنا في السوق اتصلت بيا، اتصل بيا ليفريزون، السلام عليكم بخير، راه السيده كتقول عاد غتصيفط لك الفلوس فافاكاش، وانت داير الفلوس في الكوريه. انا سبحان الله العظيم على شويه ما كنتش جاوبت، ولكن من بعد 12 ابيل حيت التليفون كان سيلونس في التليفون، من بعد باش الابيل عاد كنجبد التليفون غير صدفه، بغيت نشوف غير الساعه كنلقاه كيصوني، حيت داير لو فيبرون ما كيتسمعش سيلونس، هي هذيك. من بعد ما اتصل بيا قال لي شنو كاين واشنو كاين، قال لي المهم انا خرجت من عندها راني كندور في طنطان، على ما رجع عندها موطي في داك البري دير زيرو درهم. انا بقيت كنشوف، قلت خلي بلاتي شي شويه على ما زعما انا نمشيو للسوق ونشوف هذا المشكل شنو فيه. بحال سبحان الله ديك الساعه حسيت بشي حاجه، مشيت للدار لقيتها مسجله لي واحد الاوديو،
قالت لي يا خويا راه لو كان حشومه عليك كان درتي معايا بحال هكا وانا خليت لك الله. كدعي فيا على اساس انني ما عدت شنو درت، خليت لك الله وانا امي كانت معوله، لو كان غير قلتي لي صيفط لي الفلوس دابا غنصيفطهم ليك، انا ما جبتهمش ما تيريتهمش ما كدا هذا. قلت لي ما تنهرتني عاد البوسطه، دابا البوسطه سد ما عندي كندير جبد الفلوس. انا ما جبتنيش البالي نقول لها سير تيري كارت كيشي وجبد الفلوس، مشات لي مبالي هاد القضيه سبحان الله بحال جاوني الطلامس كيف ما قالت لي غزال. المهم داس كتقول لي حشومه عليك الوالده كانت شهيه العسل وباغا ديها معاها لفرنسا كذا ما كذا ما هذا. المهم عادي انا ماشي مثلا شي حاجه، ولا السيده قريت فيها النيه ومعا قالت لي ديجا انا ما بقيتش رقم الهاتف ديالها، لان اللي كيتكوموندي من عندي كنقيد رقم الهاتف ديالو ما بقيتش هذا. قالت لي لا راه اختي كاينه في قنيطره تقدر تن عندك. المهم دخلاتني بميساجات راه ما يمكنش واحد انسان صادق راه غتحس بهذيك صادق، مازال تقدر تحس بها كتكذب في واحد اللحظه، ويلا كنتي انت حرامي نيت وكتعرف التحراميات وكتعرف الكذوب والنفاق وما شابه ذلك. اما فاش كتكون شي شويه معقول شي شويه نيه راه صافي راه كتقول راه السيده كذب. قالت لي حشومه عليك دابا صافي دابا ديك الصخره غير خليها راه ما عندي ما ندير بها، ماما غتمشي معاك. انا قلت لي غيجيب لك، لان اللي فرو قال لي في العشيه راني خرجت من قولميم من طنطان غنرجع عندها لقولميم حتى نهار الاثنين. قالت لي لا الاثنين ما عندي ما ندير بها غير الكوموند. بقيت كنشوف انا قلت وانا جوج كارطونات وخلصت عليهم الترونسبور. المهم لي كوموند بقيمه 3500 درهم يعني 70000 ريال، خلصت عليهم الترونسبور من هنا لقولمي لطنطان عاوتاني غيرجعوا لي روتور والسلعه كتكرفص الى رجعت روتور. الوغ قلت ماشي مشكل في يد الله وغادي نعطي هذاك الشيء. عيطت انا لليفرور قلت له الله يجازك بخير ها شنو ها شنو ها شنو عافاك الا قدرتي دير شي حل تصيفطهم لها في شي طاكسي اليوم ولا غدا الصباح معاش خارجه امك غدا العشرة عندها التران. ماشي قالت لي التران واقيله عرفت واش قالت لي التران ولا طاكسي لا ابار الطياره مع الربعه. قالت لي المهم مع العشرة خصها تخرج عرفت واش قالت لي في التران ولا الاوديوات ديالها فاش رجعت ليهم مسحاتهم كلشي مسحات مسحات يلا بقاو شي جوج مع حتى كيفاش ما مسحاتهمش. المهم ما عليناش قالت لي راه هذا بقيت كنشوف انايا اتصلت باللي بروك قلت له الله يجازيك بخير راه نعطيك واحد القهوه ديالك شد داك لي كومون غتصيفطهم ليا مع شي كار. قال لي وما نعرف خلي حتى نوصل للدار نتوضى نصلي ناكل ونشوف لك هذا الشغل. مشى توضى صلى صون عليا قال لي راه كاين واحد الكار مع ال11 كيخرج مع ال11 تقدر توصل تما مع داك 12 ونص. فعلا مشى وصيفط هيا هيا في السكري السيده طنطان ها الصوت ديالها تسمعوه بعدا شي شويه شوف المهم دابا هاد الاوديو ديال المراه دابا هي دوموندات ليها الزيت والعسل وقالت لي عاوتاني واحد المراه بغات في الاول كان عندها شي 2000 درهم قالت لي واحد المراه بغات عاوتاني 5 لتر الزيت والعسل وامله وكذا عاوتاني عاوتاني يعني الطوطه شي 70000 ريال. المهم اتصلت انا بالسيد مشى فيرسيت له 100 درهم ها هي راه عقلتي فاش قلت لك نهار ديال السبت بالليل كنا مقصرين في الدار وقالت لي راه التليفون فيرسيت ليها من الكونت ديال غيزلان فيرسيت للسيد 100 درهم غير باش يقضي لنا داك الغرض غير باش يقضي ورجعت لي كولي 0 درهم. المهم قلت له صيفطها لي صيفطها ليها في الكار ها انت ها الكار انا نرجع دابا ليبرول قول مين ها هو ليبرول قول مين اصفر البهجه صيفط لي داكشي انا نسكن صيفط لي داكشي في اصفر البهجه صيفط لي داكشي في اصفر البهجه ها هو كاين قال لي قول لها تخلص الكار وبزز باش تقضى لي الغار تقول لي سميتو تقول لي واحد الامانه خلي عطاك لي فرو سيرت عليك لي فرو راه غادي المهم بزاف ديال لي زوديو ديك الساعه الا اضطرينا باش اننا نفصلوا هادشي كامل بطبيعه الحال انا غنتابع هادشي قضائيا اكيد. المهم ما عليناش توصلت بالسيده هي توصلت بالصخرة وراه انا شو واش صيفطات لي وقالت لي بلي راني توصلت بالصخرة ها هي سيده طنطا ها هي ها الصخرة شو زعما راه كدير معايا. قلت ليها فاش يوصلوا الكارطونات دير عليهم لا كارطاسون ولا صوره باش نعطيوها ليبرو. المهم ما عليناش. المهم وصلوها لا غدا لا غد ليه
قالت لي غنصيفط لك يعني هادشي وقع الحد لا غد ليه عفوا السبت لا غد ليه الحد ما هضرناش اثنين تفكرتها مع الطال مع شي جوج عاد تفكرتها قالت لي راه خليت الفلوس وافاكاش لواحد السيده كذا ما كذا 3 ونص 4 يجي الريزو راه تصيفط لك وتصيفط لك كون يوصلك قلت لها ماشي مشكل واخا ان شاء الله انا نسيتها تاع العشيه هي جيت للدار عاد كنتفكرها فاش كندخل كنصيفط ليها كنلقى كونط بروفيسيونيل سبحان الله غير شفت كونط يعني ما بايش معايا شحال لا غير شفت كونط بروفيسيونيل سبحان الله حسيت بشي حاجه عرفتها بلوكاتني حيدات التصويره داكشي كنرجع عاوتاني للنمره اخرى اللي هضرت معاها بها كنلقاها حتى هي بلوكاتني دخلت الايفون يلاه كنكتب ليها مع الايفون عندي فيه واحد النمره حتى هي فيه المنتوجات ديال صفوان عرفاتني انا كتبلوكيني اذا شنو كان صوني والو كان صوني اذا عمليه نصب 3500 درهم هذا علاش بزاف ديال الناس كيتصلوا بي دابا هذا توضيح وما هادشي ديال النصب راه الله سبحانه وتعالى هو اللي غيخلف وهادشي عادي راه ماشي شي حاجه حنا ما غنتعصبوا ما غنتقلقوا ما حتى شي حاجه لان الفلوس والعقل الصحه والعقل هما اللي كيجيبوا الفلوس والفلوس الحمد لله حنا اللي كنديروهم ماشي هما اللي كيديروا ما نعصبش راسي انا عليها ولكن طبعا بحال كيما قالت غير كنلقى فيك الشمته والثقه ولكن هنا غندير واحد الحد بروغرام دابا اي واحد القاعده هذه ماشي اول مره كتوقع لنا راه المهم ماشي ثلاثه ولا أربعة هذه المره الثالثه ولكن ماشي مشكل دابا راه شاركنا معكم يعني كيكون شي فلوس بزاف اي غير شي حاجه دابا راه المبلغ شويه طالع كاع 2000 وخصهم يعرفوا الناس انا خصها تعرف ديك المراه ولا المهم انتم كامل اللي كينصبوا لنا ديك الفلوس راه كنضربوا عليهم الثمن راه واحد ديك اللحظه انا بعدك ما قال محمد قد الصدمه ديال الحال ما عليناش هذه راه من جهه اخرى كيفاش كيوقع في هاد لا ليفريزو مثلا كتصيفط الصفره لشي واحد السيد من طنجه صيفط له داك النهار عاوتاني الزيت صيفط له 40 لتر ديال الزيت دوك لقيتها ديال لي ماتش وداك الشيء ديال المغرب صيفط له 40 لتر ديال الزيت قال لي صيفطها لي وكذا الور 40 لتر كل 15 لتر في كارطونه 15 واحد الكارطونه بغى العسل وداك الشيء الاخر يعني ثلاثه الكارطونات كل كارطونه كتخلص عليها ثلاثه الكرتونات وعاد زيد الكرتون وعاد زيد السكوش وعاد زيد بزاف ديال الحوايج لومبالاج ارنا سيدي وصلوا لكم قال لي اتصل به الليبرو قال له انا في بلاصه 100% اجي عندي كيمشي حتى لديك البلاصه ما لقاه قال له انا عاد كنت تما ومشيت اجي عندي لهنا عاوتاني مشى عند البلاصه اخرى عاوتاني كيتفلى الليبرو حس بشي حاجه صنع عليا قال لي اخويا هذا السيد راه كيتفلى والليبرو راه عنده احساس راه يعني الخدمه ديالو يوميا كيليفري وكيعرف العقول ديال الناس غير مره كتهضر معاه كيقول لك لدرجه ان واحد السيد صنع عليا في كازا قال لي راه صنع عليا الليبرور وقال لي اخويا واحد كوموند جاتك بغيتيها ولا ما بغيتيهاش يعني هذا كيكون مل من الناس ان مثلا كيقول له واخا جيبها لي وما كيخلصوش ولا شي حاجه بحال هكا وين كاين مشاكل كثيره تحيه ليهم والله الا هما اللي كيعلم كيضاربوا تمارع كيسخص كل احترام والتقدير لليبرور كامل عاد كيعقل الشركه ديال التوصيل لليبرور كيسخصك كيدورك عاد كيجيب لك ديك السخره ما يعطيهوش الصحه الحمد لله فين ما كيجيب لي شي ليبرور شي كوموند كنتهلا فيه المهم ما عليناش غدا عاوتاني عاود قال له راه هادشي هذا ما قلتهاش لريزدان انا والله ما قلتها اول مره كنقولها راه بزاف مشاكل ما كنبغيش نقولها المهم غدا عاوتاني قال لي صافي عافاك جبالي والله راني محشم منك وكذا ما كذا قلت له واخا ماشي مشكل اتصلت بالسيد الكبير ديال طنجه ديال التوصيل ورغبته قال لي واخا غنعاودو كيوقع نفس الامر في العشيه كتهضر معايا مرته عافاك غدا عام قول الله يعاون الحمد والدي لا غدا صافي لا غدا فاش صنع عليهم قال لهم كدا هذا شفتو صيفط لي شي ميساج قال لي اللي برا ما بغاش هذا راه قلت لك غير كيتفلى صافي بلوكيتو انا لان حشومه تفلى علاه عاود صنع عليا بنمره اخرى حبست لان قيمتي وكرامتي ودماغي يكون سليم احسن افضل كان في اثير افضل بألف مليون مره من الانسان يديرونجيك ويمرمدك ما عليناش المهم هذه انوليتها هي مي صنع عليا تخيل معايا عاود لقيتهم صيفط لي واحد النمره بواحد الميساج قال لي انا مرتي كتوحم وتوحمت على الزيت ديالك وكل شيء كيشكره وكذا وهذا عافاك قلت له انا المحمي كان صيفط اي وحده نتحدى شي واحد يصوني عليا ويقول لي راني مرتي كتوحم ولا المراه كتصوني عليا وتوحم وهذا الشيء هذا اول مره غنقولو للغزال اقسم لكم بالله العلي العظيم ومن دابا الفوق انا كنعلمها عرفتي شحال من وحده كتصوني عليا كتقول لي راني كتوحم كاين اللي ما كتقدرش تقولها كتقول عارف انا مريضه صيفط لي داك الشيء غدا ضروري فهمتي كنشوف هذا كنبغينا نعرف لان المحمد كنصيفط لهم فابور كتوصلها لكم فابور وداك الدعوات ديالهم افضل بكثير من اي شيء لان غزه كانت هي كتوحم ودوزت نفس القضيه المهم ما عليناش يعني الحمد لله راه بزاف المشاكل كيوقعوا عرفتي عدد ديال الناس كتصيفط لهم لا كوموند حتى كيوصل عند الليفرو كيقول لها عافاك راه جاتك واحد الكوموند ما بغيتهاش انا ما كوموندش
كيضرب لك كلشي للزرب وكيرجعوا كلو طور انت كيرجعوا كلو كتكون خالص الكارطون مخلص ليها باش مشات وباش رجعات بزاف ديال الحوايج سكوت كلشي كيضيع المهم تقدر تهرس ليك بزاف ديال الامور ما عليناش هادشي كل واحد يخلص الله سبحانه وتعالى وهادشي جاري به العمل كاين في التجاره غير هو من اليوم فصاعدا اي واحد بغى شي كومون غنبقاو مستمرين كيف ما القضيه ماشي مشكل لان بزاف ديال الناس شنو كيديروا في التجاره كيقول لك انت اول كليان ما نصيفط لكش حتى توصلك السلعه تخلص لا صيفط لي الفلوس هما الاولى في كاش بلس عاد داك الساعه نصيفط لك كاول مره ولكن المره الثانيه ماشي مشكل نصيفط لك فلوس نصيفط لك لا كوموند حتى توصلك عاد خلص هذاك الساعه نيت انا ماشي مشكل داير مع الناس الكليان ديالي الزبناء الاوفياء انني هذه القضيه ماشي مشكل حتى توصلك السلعه عاد تخلص ولكن باش توصلك السلعه وما تخلصش ما يمكنش ما تخلصهاش اخويا راه غيردها لي ليبرو اللهم نضيع في الليفريزون ترانسبور الفلوس ترانسبور ولا نضيع في كل شيء وهادشي اللي كاين حنا شباب مبتدئ خاصنا اللي شجعنا واللي زيد بنا القدام ماشي اللي حطمنا واللي طيحنا ما عليناش هذا بالنسبه للمغاربه زعما المغاربه اللي داخل المغرب اما بالنسبه للمغاربه اللي خارج المغرب راه شحال من واحد كنت كندير مع هاد القضيه مثلا كان صيفط وعاد مقعد لهاد السيمانه هادي مؤخرا شحال من واحد كنصيفط له مثلا كيصيفط لي النص ديال الفلوس وكنصيفط له لا كوموند فاش كنصيفط له لا كوموند هو انا عندي اروع ما كاين في الزيت واجود ما كاين في المنتوجات انا متاكد ما يمكنش انا المنتوج ديالي يدوقو شي واحد ما يعجبوش راه ما يمكنش حتى كتوصلوا لا كوموند عاد ما كيبقى واحد كيقول لي واحد كيقول لي السيمانه الجايه راه وصلت لي لا كوموند داكشي زوين تبارك الله عليك السيمانه الجايه صيفط لك فلوسك واخا السيمانه الجايه كنعاود صيفط له ميساج ولا وداك الزيت حار بزاف وداك الزيت كذا ما كذا كيبقى يخرج لك داكشي انت كتحبس كتقول له بغيت صيفط لي فلوسي تبارك الله بغيت صيفط لي هادشي اللي كاين وحتى الزبون راه من حقك تطلب واحد الضمانه هي الضمانه حنا خدامين دابا الحمد لله اللي مشي ديت شي درهم هادشي اللي كاين اما انتينا ما معروفش باش ما نعرفوك حنايك صافي دابا هادي باش غنعرفوك حنا الحمد لله معروفين يعني ماشي شي حاجه اللي ما عليناش بخصوص عاوتاني الناس ديال خارج المغرب في الاول راه بزاف ديال الناس كلاوني بزاف ديال الناس كلاوني خصوصا اول مره ما كنتش عارف يعني اول مره انا غنلونسي الخارج كنت كنصيفط مع لي فارغونيتا ولكن داك لي فارغونيتا كتعطلو شي شويه وليت كنصيفط مع لاجونس اتصلت بالسيد ديال لاجونس كونفيونس وراه لي واحد السيد قال قلت له راه عندي بزاف ديال الكولي غنجيبهم لك قال لي مرحبا على اساس ان الترونسبور كيتخلص ليه وداك الناس كاملين شي 40 واحد شديت منهم انا غير فلوس بلا ترونسبور العام اللي داز بلا فلوس ديال الترونسبور شديت من عندهم يعني شديت غير فلوس ديال السلعه فاش كنمشي لاجونس كتفاجئ قال لي ضروري خصك تخلص الترونسبور هنا تفاجئت كاين اللي صيفط لك كاين اللي ما صيفط كاين اللي ما عقلش عليا واحد السيد من دابا لفرنسا راه عرفتي راه بقى فيا داكشي اللي دار معايا بزاف ما عقلش عليا ما عقلش عليا يعني بنادم ما كيعرفش كيقول لك ولا واخا دابا نصيفط لك غير صيفط الصخرة كتصيفط له الصخرة وتصيفط له كنت شاله فلوس ولا شي حاجه داكشي علاش كنحاول ما كنديروا الوقايه وعاوتاني مثلا شي واحد نقدر نصيفط له يصيفط لي النص ديال الفلوس فاش توصلوا السلعه مثلا نقدر نقول له حنا 5 ايام ولا 10 ايام سيمانه مثلا كتوصلك لا كوموند ولكن يقدر يوقع شي مشكل في الديوان يقدر يوقع روطار انا كنديها لاجونس اليوم هو كيقول لي غتمشي اليوم جات الفاركوني طاشارجات بقى واحد 15 ديال الكوليه ديالك من ضمنهم يعني غتمشي حتى السيمانه الجايه الوغ ها هي ولات 15 يوم يعني داكشي ماشي كيكون من عندنا حنا بعض المرات كيكون روطار اما الاغلبيه كنحاولوا نسربوا خصوصا مؤخرا ولينا لا كوموند اللي جات تنبالا وتمشي جوج مرات في السيمانه كنديو لي كول يعني لا كوموند اللي جات تنبالا وظهرك لا جوج هي اللي ديك الساعه كتحكم داك الشيء ممكنش تقول له انت لا ديري ديري دابا حيت الناس سابقين يقدر الناس من طبيعه الحال هادشي اللي كاين يعني الانسان خاصو يتفاهم ويتفاهمنا وحنا بالعكس حنا شرف كبير لان اي واحد كوموندا من عندنا كنحاولوا نرضيوه كنصيفط له شي حويجات كادو كتصيفط لك يعني بحال مثلا العسل واحد كيدوموندي العسل المره على وجه الخصوص المره راه ديال الدواء مليار في المئه يعني غداويك يعني حنا كنديروا شي حاجه فيها الخير فيها المنفعه للناس وفيها كل شيء كنحركوا يعني كنحركوا شبكه كبيره معنا كنخدموا يعني كنخدموا اونصوم الحمد لله وكنخدموا شبكه معنا ماشي غير بوحدنا كنشدوا ديك الفلوس بوحدنا عن طبيعه الحال كنا كنشدوا ديك الفلوس بوحدنا وكنديروا شي ثمن اللي يستحق ديك الشيء راه شي ثمن خيالي شي ثمن خيالي راه لا بحد الحمد لله مازالين بلاصتنا يلاه كنمشيناش مع الرق الحمد لله ما خصناش ما عندناش ما خصناش اللي اساسي هو اننا كنبني واحد القاعده ديال الزبناء الاوفياء وهادشي اللي كاين وسمحوا لنا بزاف هذا واحد التوضيح بسيط بخصوص التجاره
ونتمنى ما يعاونش علينا شي حتى الناس يعني اللي كيديروا التجاره حتى هما الالكترونيه حتى هما ياخذوا واحد الفكره ياخذوا واحد العبره من هاد التجربه اللي وقعت لنا حنايا كانكم ما تعطيوش رزقكم غير هكاك عارفوا فين تحطوا عارفوا فعلا تحطوه. واحد السيد مشهور تبارك الله ومعروف حتى هو خدام التجاره الالكترونيه وكيدير شي حاجه بحالنا لان التجاره الالكترونيه فيها وفيها كاين شي حاجه اللي كتخدمها ديما بحال حنا وكاين شي حاجه اللي كتشري منتوج كتعاود تبيعو عمره جاي كتشري كات ما تعاود تبيع حنا باين زيت الزيتون هذا هو الدومين ديالنا وغنكملوا فيه. واحد السيد قال له دوموند عنده كوليه وفاش وصلاتو صنع ليه الليفرو قال له فين كاين تنجيب لك الكوليه ديالك قال له انا كاين فلان بلاصه فلان فلانيه فاش وصل عنده الليفرو قال له انا هنايا مش هذاك السيد الزاب اللي طلب لا كوموند صنع صيفط له ميساج صيفط لك السيد ميساج قال له بغيتي تاكل الكفته على ظهري. شوف الانسان الجهل فين وصل ليه انسان خدام واش انت كتمشي تشري كيطمع من محل حسب عليك الضو والماء والروينه وكذا وهذا رابح كيطمع كيشريها ب 50 درهم كيبيع لك ب 350 درهم رابح معك 300 درهم ما كتقولوش شي حاجه واحد مسكين رابح معك 50 درهم ولا 70 درهم ولا هذا ومصرها لك حتى الباب كيدق عليك كتقول له كيفاش بالعكس خاصنا نكونوا كنبغيو بعضياتنا خاصنا نكونوا كنبغيو الخير لبعضياتنا راه انا كنقولها للناس اللي دايرين بيا والناس اللي كيعرفوني راه اقسم بالله راه احب اي لا يؤمن احدكم بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه ما يحب اخيه ما يحب لنفسه راه الا ما بغيتيش الخير للناس راه غتعيش مريض نفسيا وغتبقى غير تحسد غير تقلب على المشاكل تشوف كدير الطيه يعني ما غتعيش ولكن الا بغيتي الخير للغير غتشوف شي واحد دار شي حاجه او ما شاء الله تبارك الله الله يزيد ربي يحسن هذه عن تجربه انا اللي كنشوفو دار شي حاجه كنقول الله يزيد الله ييسر له الامر الله يسخر له يا ربي ولا شفت شي واحد مثلا دار شي حاجه وعجبتني انا وتمنيتها لراسي كنقول يا ربي كنت نخدم على هذه وكنخدم عليها وكنجهد يعني هذه هي الحياه وهذه هي سنه الحياه الا بغيتي الخير القاعده الحاجه خدم غتوصل هادشي اللي انا كنتقاتلو راه كنجهد كنخلي وما كنديرو يمكنش انت باش كنخدم وتخيل كنخدم وغدا تقول لك انا ما وصلتش هادشي اللي كاين باش ما تكثروش وباش ما نطولوش عليكم هذا واحد لا فيديو غنخلي لكم بعد هاد الهضره المنتوجات اللي كنديروهم حنا هادو شباب مبتدئين كيتقاتلوا مع الوقت وكيحاولوا يتعلموا ويفهموا الحياه وما شابه ذلك الا بغيتو تشجعونا تقدموا من عندنا ولكن اللي بغى ينصب علينا ما يتواصلش معنا الله يجازيكم بخير هذا غير قصه واحد القصه من القصص ديالنا شاركناها معكم وصافي وقلنا تقدروا يعني حتى نتوما تحسب ما تثقوش ما يثق حتى شي واحد ما تثق ما بقاش الثقه الزمان هذا خصوصا في الوقيته هذه ما بقاش الثقه انا تثق في العائله ديالك الصغيره في راسك صافي اهم حاجه انك تثق في راسك انت دابا هاد السيده كيفاش غتمشي تسف داك الزيت وغتاكل داك العسل انا بعدك ما نسمحلهاش داك العسل غتضرها ماشي فيا الفلوس بالراس ما خصش الله نحزم انا صداقه ولكن ما نسمحولهاش حتى شي لو كان جاتني شوف لو كان مثلا خلات داك 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 شدات داك كوموند وقالت لي اخويا محمد شحال واحد كيديرها شحال واحد كتوصل له لا كوموند كيقول لك عافاك الله يجازيك بخير خرج لي واحد الجانب من الامر الليفرو غنعطيه نص ديال الفلوس والنص من دابا شهر نصيفطو لك ولا من دابا شهرين نصيفطو لك ولا كتبقى تشوف تاتعيا تقول كتقول والله ما نحرموا منها صافي هاك شحال قادر تخلص 200 درهم سير خلص 200 درهم شحال واحد حتى كيفاجئني واحد السيده مؤخرا تفاجاتني قالت لي انا كنت ديت عندك العسل وكذا وهذا بقات 290 درهم ارى لي الكونت نصيفطو لك يعني كتبقى الحياه مزيانه انا باش ما يكونش عندي والله الا محمد انا نقول لك واحد الحاجه محمد بعد ما دخل كيتعطل كيكون عنده شي دار ما كيسافتش صغار النهار كيقول لي حتى الغدا ونصيفطوها كان بلاتو ماشي هما هادو تبقى تاكلك في قلبك ولا مثلا كيوقع شي روطار في الديوانه ولا هذا سمحوا لنا الناس ديال الخارج اللي وقع شي روطار في الديوانه راه ما يمكنش انت تكوموندي وتخلصنا وما نصيفطو لك من سابع المستحيلات يعني لو وقع شي روطار يوقع غير في لاجونس ولا في الديوانه ما يمكنش غير الناس اللي وقع لهم مثلا الروطار واحد القضيه انا باش ما كيكونش عندي كنجي ندير كريدي مثلا انا ما عنديش باش نجيب الفروماج ما عنديش باش نجيب الزيت من الحانوت وهادي وهادي كنمشي عند مول الحانوت كيكريديني ماشي كنمشي كيسرقهم لا حشومه ما نقدرش ناكل داكشي ولكن كريدي تيكون عندي ونخلص كذلك بنادم ما عندوش عافاك اخويا غنعطيك شويه غتسمح لي بشويه ولا اخويا سمح لي حسن ما تبلوكيني اخويا سمح لي انا راه ما عنديش تقدرتي تسمح لي تبارك الله ما قدرتيش المهم شي حاجه وما تقولش راح شو معي هادشي اللي كاين وخليكم مع الفيديو مرحبا بكم فين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف بلد الشوف حد الشوف يا أرض
على حد الشوف يا ارض كريمة مضي والزيتون الرائع اللي صالح وما شاء الله وهذا السيد راه راجل معقول بزاف ولي لا حش شرك تبارك الله ما شاء الله هو كيشرك الخير لله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هي الحبيبة الحبيبة الزويتة الخضراء البرقوقية اللهم الدمعة 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأخيرا ما شاء الله تبارك الله الخضراء البرقوقية الرائعة والجميلة شوفوا الزيت كي تقيلة شوف الحبيبة اللي كيسولوني عليها هي الحبيبة علوان ديالكم الناس اللي ما كتاكلش الشحمة راه غنصايبوا لكم خليع ديال الريجيم هذا احسن واروع واجود زيتون عند الجبال خرج لينا زويته رائعه خضراء من نعناع ما شاء الله تبارك وها هو زيت الزيتون واجد ما شاء الله تبارك الله مخلع خضر يا سلام بالطريقه الصحيه التقليديه الجبليه زيتون على حقه طريقه بالشرموله البلديه ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك صايبوا الخليع راه تلقاو بزاف ديال الفيديو كنصايبوا فيهم الخلوع ما شاء الله تبارك الله بالطريقه الصحيه البلديه الجديده والجميله الخليع راه كاين ديال الشحمه وكاين ديال الريجيم هذا ديال الريجي ما شاء الله كاين الغنمي كاين المعزي وكاين البقري الناس اللي عندهم مشكل وكيقلبوا على العسل وصالحه لهم في هذا البرد الوليدات ما شاء الله تبارك الله هي العسل الحر عندنا جوج انواع فقط ديال الجبل هي العسل الحلوى والعسل المره ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك غادي نوريكم العسل المره اللهم زيد وبارك لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هو العسل المره كترعى كل شيء على مدار السنه في الجبل وكتختم بعض الاعشاب كيكون الرحيق ديالهم مر داكشي علاش كتجي العسل المره هاد العسل المره كياخذوها الناس اللي عندهم السكر الله يشافينا ويشافيكم اجمعين وما شاء الله تبارك الله كاين الزيتون الاسود كذلك حتى هو وكاين السمينه البلديه ديال تاونات ما شاء الله تبارك الله السمن البلدي الحر الاصلي المتميز والرائع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ونتمنى من الله اكيد يعجبكم هذا الشيء وكاين بعض المنتوجات ديال العسل او ما شابه ذلك بحال حبوب اللقاح الناس اللي كيسولوني على الاكبر والبروبوليس راه ما بقاش لينا سمحوا لينا خلاص كاينه راه الوانه الجميله والمتميزه وكاين زيت الزيتون كاين هاد الفليفلات حارين المهم كل ما هو طبيعي بلدي ديال الجريده ديالنا وديال اقليم تاونات كاين الكرموس مطحونه المهم يكفي انكم تتواصلوا معنا في الواتساب وغتعرفونا مزيان ان شاء الله باذن الله السميع العليم وغتكتشفوا جميع المنتوجات اللي عندنا فمرحبا الف مرحبا للناس اللي كيقلبوا على الطبيعه والمنتوجات ومازلنا مستمرين معكم في اليوتيوب الناس اللي مازال ما كيعرفوناش دير على الفيضي ما شاء الله تبارك الله فمرحبا و1000 مليون مرحبا دائما وابدا.